كناشطين، خليني بالصورة، ناشطين شنو دوركم بهذا الموضوع؟ كيفية إيصال المعلومة؟ هل وصلت إلى الناشطين واستطاعوا التحرك ربما بمعزل أو بمساعدة جهة سواء كانت حكومية أو خاصة؟ على العلم يعني هذا الموضوع يعني ليس ربحي. مساء الخير جميعا، شكرا جزيلا أستاذ عادل، تحياتنا لمتابعيكم ومشاهدي قناتكم الكريمة. الحقيقة أزمة التغيرات المناخية هي اللي تأثر بها العراق هي قضية جدا مهمة، أصبحت تحتل الأولوية في منذ العامين الماضيين على عكس ما كنا نشهده في سابقة. هناك استجابة مجتمعية، هناك استجابة إعلامية سريعة وواضحة. الدور اللي ممكن يؤديه الصحفي والناشط وصانعي المحتوى والفاعلين والمؤثرين في مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ربما يكون هو الدور الأكثر فعالية والدور الأكثر قبول لدى الأوساط المجتمعية لمواجهة أزمة التغيرات المناخية. هناك يعني استجابة حكومية لكنها لم ترقى للمستوى المطلوب. لحد الآن يعني الجهود اللي يبذلها زملاء الصحفيين وسائل الإعلام هي جهود جيدة وإيجابية، لكنها بحاجة إلى أكثر جدية وتعاون من قبل الجهات الحكومية، على اعتبار لحد الآن الجهات الحكومية كما ذكر سيدنا الكريم دكتور ضياء وزميلتي العزيز خلود أنه هناك استجابة ضعيفة، وبعض الجهات الحكومية وحتى الجهات القطاعية لا تزال مغلقة أمام الصحفيين والناشطين في مسألة معالجة التغيرات المناخية.